المهم انا بقول ان هي طيبه ماشي، من الاخر كده هتعطلني من الموضوع اللي انا عايزك فيه. وانت عايزني في ايه بقى ان شاء الله؟ تكونش عملت غنوه جديده؟ لا. امال ايه؟ من الاخر كده عندي مشكله في اللبس. لبس؟ ليه؟ ما انت جبت كام طقم اهو، ربنا فرجها معاك. المشكله بقى في الكام طقم دول، مش عارف انسقهم مع بعضيهم عشان اروح لاخوكي واطلب ايديكي. انت بتقول ايه؟ بقول لك مش عارف انسق يعني البنطلون مع الجاكيت عشان اروح لكم البيت واطلب ايديكي. ابله ايه؟ استنى يا سكر، انت بتهزر صح؟ والله ما بهرج، بتكلم بجد. يعني انت هتروح لفواز وتقول له انا عايزه اطلب ايد هاجر وتخطبني وتتجوزني وكده؟ ايوه، اروح لاخوكي فواز واقول له ان انا بحبك ونفسي اتجوزك واخلف خمس عيالك ومن شكلك واسمهم هاجر. انا بحبك يا سوكا. بس يا بنت ايه مجنون، احنا في الشارع. اصل انا بحبك يا سوكا. بتقول ايه؟ بحبك. طب ممكن تقول ايه كمان؟ بحبك يا سوكا. بحبك. يا عم ابدا على البنت دي، امسكي امسكي، بتحبني يا جدعان؟ يعني ايه يا هاجر؟ قلت يومين وهو عدى اليومين، انا عايز ابقى براحتي في بيتي. فواز ابوس ايدك وطي صوتك. ما هو ضيف له ثلاث ايام عندنا، نشيله في حنا وعلى راسنا كمان، لكن ما توصلش ان انزل اقعد على القهوه عشان ما ينفعش اقعد مع حرمه غريبه في بيتي. يا فواز يا اخويا، ده انت ابو الواجب، انت ما ربيتنيش على كده، الست في بيتنا عيب. بقول لك ايه، فضيها سيره بقى، انا مش عايز وجع دماغ. طب بس بدل ما تسمع صوتك بقى. مش انا همشي. لا يا هايدي، هايدي استني بس، اصل فواز متضايق شويه، معلش عشان خاطري. معلش يا هاجر، انا لازم امشي، مش عايزه اعمل لك مشاكل اكتر من كده. مش هينفع اسيبك تمشي يا هايدي عشان خاطري، خليكي قاعده. شكرا قوي يا هاجر. يا هايدي استني بس اسمعي. حبك كده؟ بقول لك يا واد، قولي. انا مش هقبل اقل من عربيه مرشيدش تلات عيون. على حظك ياما، نازل عربيه تويوتا فيات 27 مرسيدس خمس عيون، مش خساره فيكي ان شاء الله. بدل مرشيدس خلاص. عايزه كمان ايه يا واد؟ شقه كبيره قوي قوي وواسعه كده، هو وبرحه فيها يجي خمس اوض واربع عفشات ميه. اربع عفشات ميه؟ عفشات ميه بس، تكون ايه الواحد يقعد يفتح عليها كده، هو تبقى تعالى سوق عاوز ايه. ايه ايه ايه، انا قاعده بتكلم مع ابني كلام خصوصي واسري، تيجي كده بقول لك ايه؟ تعالي هنا يا اختي، قولي لي مين البت الموقوسه اللي انت كنت جايبها لنا ده، هي وهتعملي لنا مشاكل ومصايب. بقول لك ام سوق، مش ناقصاكي خالص دلوقت، ومش عايزه حد يفتح بقه بجنس كلمه في الموضوع ده. ماشي؟ لا ده انا ام سوق افتح بقي واقول اللي انا عايزاه. سكت امك يا سوق احسن. هسكتها بيت الام. خلاص يا كوريا، تعالي تعالي حبيبي. في ايه يا اختي؟ بقول لك ايه؟ البت هايدي. هايدي هايدي مين؟ جمالات يعني. مشيت من عند هاجر، اخوها ما طلعش راجل معاها وعايزين نتويها، هي دلوقتي مع خالي وانا رايحه لها. تعالى معايا. بقول لك يا كوريا، فكيني انا من الحوارات ديت، انا عندي شغل. كده برضك يا سوكا؟ ده انا اختك وبقول لك محتاجه لك. طب عشان خاطرك انا هخلص شغل وهرن عليكي. خلصنا ولا يلا؟ شوفي اخويا امك، شوف امك. خير ياما، كملي بقية الطلبات ياما. بص بقى، وكمان عاوزه ايه يا واد؟ اوضه مسافرين.